السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وانتم بخير. رمضان كريم. النهارده هنتعلم نرسم فانوس رمضان بأبسط الطرق واستخدام الأشكال الهندسية اللي احنا هنعملها مع بعض ونركبها بحيث تطلع الشكل اللي احنا شفناه في الأول. زي ما احنا شايفين كده، انا هستخدم القلم الرصاص الأول والورقة البيضاء زي ما انتم شايفين، وأبدأ أرسم بعض الأشكال الهندسية اللي احنا هنشوفها مع بعض، ودي اللي هنركبها بحيث يكون الشكل في الآخر شكل الفانوس. من ضمن الأشكال الهندسية اللي أنا هستخدمها زي المعين والدايرة ونص الدايرة والمستقيم، دي بستخدم بجانب الأشكال الهندسية دي بعض أنواع الخطوط اللي أنا بستخدمها أو بنستخدمها كلنا في الرسم، متعارف عليها زي الخط المستقيم، الخط الكيرف او اللي هو بناخده زي نص دايره، في الخط الخطوط اللي انا بطبقها وبتماشى مع الاشكال الهندسيه دي كلها بستخدمها في رسم الفانوس، وبطبق الاشكال دي والخطوط على شكل الفانوس، ونشوف مع بعض هنكمل الرسم ازاي. دي طبعا انا بوريكم الاشكال اللي انا هستخدمها كلها في رسمة الفانوس، كلها طبعا فيها اندماج بين الخطوط والأشكال الهندسية، ونشوف مع بعض هنطبقها مع بعض ازاي. استخدمت طبعا هنا الخط الحلزوني او الزجزاج، وهنا بستخدم اللي هو الشمعة اللي انا هرسمها في وسط الفانوس، طبعا شكل مستقيم، وفوقيها الخطوط الكيرفية او الكيرف بحيث اللي هي تديني الشعلة بتاعت الشمعة. هبدأ دلوقتي أطبق الأشكال اللي أنا رسمتها والأشكال الهندسية في ترتيبة أو الشكل اللي ظهر قدامنا في أول الفيديو اللي هو الفانوس. زي ما شايفين كده بالترتيب، أنا هاخد الشكل الأول ده، وبعد كده نص الدايرة تحتيه، وبعد كده هبدأ جزء جزء أستخدم الأشكال والخطوط دي بحيث ان انا اركب في الاخر شكل الفانوس. نشوف مع بعض. هستخدم نص الدايرة وتحتيها الشكل المستقيم اكبر منها شوية، وبعد كده هستخدم الشكل اللي هو جسم الفانوس الخارجي اللي هو اكبر جزء اللي هو زي شكل المعين، وجواه تاني برضو معين اصغر منه زي ما احنا شايفين كده. برضو هستخدم الجزء الاسفل من الفانوس برضو يكون شبيه بشكل معين. تحتيه المستقيم اللي هو آخر جزء في القاعدة بتاعت الفانوس، وبعد كده هبدأ أستخدم الجزء المثلثين المتقابلين دول اللي هما زي ما احنا شايفين شكل برضو يأتيني شكل معين في الآخر، بعمل فيه يعني زي زخارف على جسم الفانوس بالشكل الزجزاجي ده. دي من أنواع الخطوط وبرضو من الأشكال الهندسية. بعد كده برسم الشمعة داخل الفانوس، هي تعتبر شكل مستقيم، وفيه الشعلة بتاعتها على شكل كيرفات. هبدأ هنا أجيب قلم أسود وأبدأ أحبر الخطوط عشان تكون واضحة أكتر زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي.
همسح بقى الخطوط القلم الرصاص عشان تبقى الشكل باين وواضح. وبعد كده هبدأ أعمل بعض الزخارف لتزيين الشكل الخارجي للفانوس، بعد برضو الخطوط الزخارف اللي هتظهر معانا دلوقتي. هبدأ أجيب القلم أسود بس الخط فيها شوية، وأبدأ أعمل بيها بعض التأثيرات من الخطوط بحيث إن هي تديني شكل جمالي للفانوس زي ما احنا هنشوف كده. هنا بعتمد في رسمة الفانوس دي على أنواع الخطوط بكافة أشكالها، بستخدم منها المناسب للشكل وبطوعه على شكل الفانوس بحيث إن هو يديني المطلوب من الرسمة. ونشوف مع بعض هنستخدم الخطوط بالطريقة اللي احنا هنشوفها مع بعض. طريقة سهلة وبسيطة جدا لتعليم رسم الفانوس باستخدام الأشكال الهندسية وأنواع الخطوط. هنا برضو عملت إضافة تانية، جبت قلم الدمج وبدأت أعمل بعض الظلال على جسم الفانوس زي ما احنا هنشوف مع بعض. ودي آخر مرحلة من مرحلة رسم الفانوس، وإن شاء الله أشوفكم في درس جديد من دروس الرسم والفنون التشكيلية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.